معكم محمد شعفوط من قناة لاستني. موضوع الحلقة اليوم اللي هو طريقة إنشاء مدونة بلوجر. طبعا هاي قناتنا لاستني، وإذا لقيت الفيديو على قناة أخرى يعني رجاء يعني ادخل على قناتنا لاستني واكتب تعليق، أو ابعث لنا إيميل على جيميلنا محمد شعفوط @gmail.com. طبعا يعني المدونة راح تكون شبيهة بمدونتنا هاي. طبعا اول اشي لازم نسويه ندخل هان نكبس على المستخدم. طبعا لازم هذا الحساب يكون مش نفس الحساب المستخدم للفيسبوك وهاي الشغلات، عشان يعني اذا حققت ارباح وتحط يعني تعمل تأمنه، عشان إذا حققت أرباح مش يكون على حساب هذاك يلاقوا الأشخاص في ثغرات. طبعا تضغط هان تحط إضافة شخص، بعد ذلك تظهر هاي نضغط على إضافة شخص، بتحط أي صورة مثلا لو جر عفوا اللغة. نضغط على إضافة ونطلع من المتصفح القديم. بس على انشئ مدونة. طبعا كل شخص بيقدر ينشئ حد علمي 50 مدونة. طبعا يعني ليش بدك تسوي 50 مدونة؟ يعني اذا كان عندك فكرة بامكانك تسويها يعني 50 مدونة. نسجل دخول باي حساب، هاي حملت الصفحة. انتظر الاسم الاول بتكتب مثلا محمد عفوا، وبالانجليزي او بالعربي هذا اسم العائلة SHUFOT. اسم المستخدم مثلا محمد SHUFOT، وتأكيد وكلمة المرور وتأكيدها. طبعا راح ادخل كلمة سر وأأكدها. بس طبعا لازم يعني تحط نفس عمرك الا اذا كنت تحت 18. اذا كنت تحت 18 حط عمر يعني 18 او اشي زي هيك، لان واذا ضاعت مدونتك اذا كنت تحت 18 راح يقول لك انه يعني للاسف تقدر ترجعها. نعمل دوت نستخدم نكبس على التالي. اسفين على سطر الخلفية الموجود.
نحط underscore بين محمد الشعفوط مثلا، مثلا الشعفوط هيك ان شاء الله راح يزبط. ايه طبعا زبط، نحط حفظ لكلمة المرور، لازم ندخل كلمة المرور ايجز رقم الهاتف. طبعا هي اجتني رسالة التحقق بتقول هو رمز التحقق من جوجل. الرسالة طبعا مكتوب يعني بتجيب لك ان جهة الاتصال اسمها جوجل. اجتني 3 9 4 5 7. نضغط على تأكيد. ندخل هنا حساب بريد إلكتروني للاسترداد، وعمرك اليوم والشهر والعام. طبعا عام مجرب 2004 بلكي زبط، بس ما بتأهل لأدسنس، فاكتب 2000 إذا كنت يعني. طبعا أنا من مواليد 2000 تقريبا تقريبا. آذار مارس سيو. طبعا تنسوش الهدية يعني إذا بس يجي عيد ميلادي. طبعا دوق في الفيديو وأحط عنوان بريد إلكتروني الاسترداد، أو نحط بريد ال إيش اسمه HUFOOT1SHIFT. طبعا هذا بينفع البريد الجيميل او اي اشي. طبعا جنس نسينا نحددها، ممكنك تحط ذكر او انثى او مخصص، وفضل عدم الاجابة. صارت فش هاي مخصص، قال انه اذا انت كنت يعني بنحط موافق مثلا، عادي بإمكانك تحط موافق أو تخطي. نروح على الخصوصية والبنود، ننزل تحت هيك تمام، نرجع ننزل لتحت نكمل، لأنه بعدها أوافق، لأنه طبعا هدول لازم تقرأهم. طبعا أنا قارئهم مثل هيك. تأكيد ملفك الشخصي، هي دخلنا على بلوجر. ندخل نكتب بين مثلا تأكيد ملفك الشخصي، نكتب اسم يعني ملفك الشخصي ببلوجر اسمك. مثلا محتوى. تكتب مثلا محمد شعفوط.
متابع إلى بلوجر. طبعا بقيت الدورة يعني تبعت الأرباح وهاي القصص راح نكملها على حساب يعني حسابي على بلوجر، على يعني بقصص الأدسنس على حساب لاست نيو. طبعا نكتب بلوجر هن مرة ثانية عشان يعني إذا أنت نضغط هان على رابط نفس الشيء بجيب عشان مسجلين دخول. نضغط على إنشاء مدونة جديدة، ننشأ تطبيق أو تطبيق دورة طبعا لأمان المدونة كمان شوي راح يعني راح نورجيكم كيف تأمنوها، بأنه كل ما يفتح شخص الحساب يجي رسالة لجهازك زي هيك يعني طريقة أأمن إشي. العنوان تدخل عنوان رابط المدونة، طبعا ما بنفع دوت كوم، لازم تركب دومين لتصير دوت كوم. بصير بدك إياه مثلا انت سميت المدونة بلوجر بلوجر دوت بلوج بوست دوت كوم. شو نسمي مثلا؟ عفوا اللغة العربية فور فور رن راست لاست فور 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 رن. مثل إنشاء المدونة هاي بجيب لي إنه عنوان هذه المدونة الإلكترونية متاح. رن معناها إنه يعني كيف بدي أقول لكم، رن هي يعني إنه إنه يعمل لك المهم مش يعني رن بتيجي معناها ركض ومعناها برضو فحص أو معاينة أو إشي زي هيك. طبعا ناس الكلمة يعني مش عارف أقول لك، عارف المعنى بس مش عارف أعبر لك عنه. المهم نكتب هان سكوي أو ليش نضيف خانة جديدة نكتب سكويز. هاي سكويز، طبعا سكويز نركب القالب اللي هو قالب سكويز احترافي. طبعا للواحد بإمكانه يركب ثلاث قالب على ثلاث مدونات، يعني قصدي على ثلاث مدونات القالب وببلاش. أما المدفوع برضو نفس الإشي، بس ميزات المدفوع أكثر من المجاني. المدفوع في صفحة إعادة توجيه، طبعا المجاني ما بتقدر تعمل صفحة إعادة توجيه يعني إلا بطريقة واحدة، الطريقة يعني طبعا إذا حاب تشتري النسخة المدفوعة تحطها الرئيسية وتحت طرق شرائها، وهي الخصائص يلي مقارنة بين المجانية والمدفوعة. طبعا نص الخصائص أو العناصر بالأولى يعني نصهم بالمجانية، نص بالمدفوعة بالمجانية ونص بالمجانية يعني كيف إنه تقريبا نص الخصائص موجود لك تبعت المدفوع. نضغط على ننزل تحت نقرأ الشروط
لابد من توليد كود تفعيل لكل قالب، لكل مدونة سيتم تركيب قالب عليها. لابد من تسجيل الدخول بحسابك في زوج الاختيار الدولة التي سيتم تركيب القالب عليها، وتوليد كود تفعيل خاص بها. يمكن لكل مستخدم تفعيل 3 مدونات فقط كحد أقصى، لذا يرجع التأكيد أن التأكد من اختيار المدونة المطلوبة عند تسجيل الدخول. عند التسجيل لابد لا يحقق أي شخص استخدام النسخة المج... لا يحقق لأي شخص استخدام النسخة المجانية في أي عملية تجارية أو ترويجية. امتلاك النسخة المجانية من القالب لا يعني ملكيته ملكيتك للقالب أو حقيتك في تداولها أو نسب حقوق القالب لغير المصمم. واللي بخالف يعني إذا خالفت يعني هذول اللي شو اسمه، أول إشي هذول يعني ما راح يشتغل، أول 3 ما راح يشتغل معك القالب، وآخر 2 راح تعرض للقانون. نضغط على تسجيل الدخول. طبعا يعني راح تتعرض للقانون كأنه يصير لك ملاحقة يعني تصير مطلوب وتصير قصص محاكم بينك وبين صاحب القالب. طبعا هي الحساب اللي عملناه هسه، نضغط على ننزل لتحت، نضغط على السماح. طبعا بجوز ما يجيب لك هاي الصفحة، بجوز يجيب لك صفحة تسجيل الدخول على طول. انا جاب لي يعني اول مرة سويت يعني. طبعا احنا خلينا هاي الصفحة اللي ايش اسمها مفتوحة، بس مشان تضغط على مدونة جديدة. تطبيق دورة 3 سنين وتسجيل المدونة. طبعا هاي 3 مدونات بس تقدر. تضغط على معاينة إذا بدك تشوف يعني القالب مركب، وتحميل بتحمل القالب. طبعا أنا محمل القالب، بدي أروح أجيبه يعني من الداونلود. طبعا قبل ما اجيبه من الداونلود، هاي القالب اذا بدكم تشوفوه، ومركب على مدونتي برضو. تذهب الى المظهر، بعدها تعديل HTML، تضغط بالمربع تعديل الكود، بعدها كنترول A او تحديد الكل، ونضغط على حذف، ونروح اجيب يعني الملف. نروح على التنزيلات، طبعا لازم نكتب هان، نكتب بالبحث سكويز مشان يبين. هاي سكويز افري، طبعا نفس النسخة بس انا منزلها اكثر من مرة. نقل، بعدها حفظ المظهر. طبعا هاي هيك راح يطلع. ثواني، نضغط على عرض المدونة، راح يجيب لنا انه خطأ، انه انت يعني منزل يعني حسب تسوي اي اشي القالب معطل، يرجى توقيف القالب توقيف القالب عن العمل الى احد الاسباب التالية. القالب غير مفعل بكود تفعيل صحيح. يمكن توليد كود تفعيل خاص بمدونتك من الصفحة الرسمية للقالب. حاول تحذف أو تحدي الحقوق الحصول على القالب بطريقة غير شرعية، وبالتالي لا يحق لك استخدامه. نضغط على نروح على صفحة النسخة المجانية. طبعا إذا بدك راح نحط يعني بالديسكريبشن، تضغط على صورة المفتاح. راح نحط بالديسكريبشن يعني مقالة عن سكويز. طبعا نشرتها مدونة 3 سنين.
نضغط على تعديل كود التفعيل أو أداة كود التفعيل، نضغط كنترول في أو لصق، عفوا بضغط على شيفت كنترول في، هاي هيك تم، أو حفظ حفظ عفوا، نروح على المدونين نحط ريفرش أو إعادة يعني. طبعا هيك ما راح يصير معك أي خطأ لو طبقت يعني كل الشروط. إذا بدك تشيل هاي المساحة الإعلانية أو البانر يعني وتبدلها من صورة من عندك، تروح عن الإعلان أو إعلان، نروح على هاي من بي إن جي لعند اتش تي تي بي اس، نلصقها بالقالب يعني نلصقها بعلامة جديدة، هاي بتنزل هاي الصورة وبت يعني تعمل نفس مقياسها يعني بنفس مقياسها نفس كل شيء. طبعا انا بديش هاد يعني بديش الاعلان هاد، بضغط على حذف حفظ. طبعا هاي الصورة القديمة للمدونة او القالب القديم، وهاي الجديد قالب احترافي قالب سكويز. طبعا راح اركب يعني هي المواضيع وورجيكو كيف راح يطلع القالب. طريقة تركيب المواضيع هي نذهب للإعدادات المشاركات والتعليقات والمشاركات، والمشاركة عفوا، هنروح هي تخصيص الأشياء، نرجع على بريد على اللغة والتنسيق أخرى. طبعا هي استرداد محتوى اللي هي تبعت تسترجع يعني المواضيع. طبعا راح أوقف الفيديو وأفتح الملفات وأضيف المحتوى، نفعل كود الكباتشا، بعد ذلك نذهب لل نضغط على تحقق. طبعا استيراد بعدها استيراد من الجهاز، راح اوقف الفيديو. طبعا هي حطيت الملف يعني قاعد بستورد فيه، هيك هي هسه بيجيب اسماء المشاركات اللي قاعد بستوردها. طبعا يعني هاي ما بدنا اياها خلاص، اللي هي موقع سكويز نحذفه. طبعا هذا بستورد التعليقات وهاي الشغلات وكل اشي، نضغط على عرض المدونة. طبعا هاي المدونة بعد التركيب، صار يعني في كثير يعني أسماء أو تسميات. ما هي قبل ما طلع لنا مشاركات شائعة ولا اللي هي الأقسام. طبعا أجل وقت لأنه نودع كل الحلقة القادمة. كان معكم محمد شعفوط من قناة كلاس، قبل ما نودعكم صحيح نسيت اشي، نروح على اللي هو اعداد من هان على الحساب الشخصي الخصوصية، طبعا هذا لانه نأمن الحساب لانه في اشخاص كثير مش مأمنين الحساب
وفي ثغرات ممكن انت بتثق لشخص، يعني ثغرة، ويعني هو بسرق حسابك. بنود الخدمة نضغط على حساب جوجل. طبعا العثور على تأمين الحساب هيها، هاي يعني انه إمكانية هاي الأشياء. فهنا الأمان، نضغط على الأمان، تأمين الحساب. هاي استخدام هاتفك لتسجيل الدخول أو تحقق خطوتين. طبعا بنفعل التحقق بخطوتين، الخطوة الأولى طبعا هاي فحص الأمان، يعني بيقول لك في إشي مش آمن. طبعا هذا مشان قاعدة بين سكويز، نقول له خلاص كده هيك تمام، انه قالب سكويز يعني امان، يعني انت سجلت دخول المعلومات بس عند جوجل، بس عند سكويز كمان مدونة إلك وهاي القصص. وبإمكانك تزيل خدمتهم، بعرفش إذا يعني إذا زلت الخدمة يعني بروح يعني تفعل القالب ولا لا، هسه بنجرب. طبعا يعني إذا نفع هذه الخدمة أحسن، بجوز يعني يصير أي إشي. السلام عليكم. طبعا هاي ننزل لتحت، رسالة نصية أحسن، نضغط على التالي. هسه بيجي على جهازك رسالة برضو من جوجل، نفس الرسالة اللي اجتنا عندما انشأنا الايميل. الرمز راح يكون مش جي بعدها اشياء، وراح يكون باللغة الانجليزية رسالة 3 5 8 2 3 4. طبعا هي رمز الوصول كتبناه، جار التحقق من رقم التعريف. طبعا هسه كل ما يجي حدا يعني يدخل على هذا الحساب تبعه، راح يجيب رسالة لرقم تليفونك. إذا يعني رقم تليفونك بعيد عنك، ما راح تقدر يعني تسوي تسجيل دخول. هاي المشكلة. وأجل وقت لأنه نودعكم كل الحلقة القادمة، وكان معكم محمد شعفوط من قناة رسمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.